دي مش الناس بس، ده دلوقتي الحيوانات كمان. يا نهار ابيض، اوعى يا عم الطول. لا ولا ولا يا لهوي. حتى الحيوانات، حتى الحيوانات. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا تمام التمام. النهارده معانا فيديو جديد ولعبه بيبسي مان. وقبل ما نبدا الجيم، يا ريت تعمل لنا لايك، ولو انت جديد معانا يا ريت تدعمنا باشتراك في القناه علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديده ان شاء الله. ويلا بينا نبدا يا بيبسي مان ونشوف ايه اللي عندك النهارده. يلا يا شباب، بيبسي مان حاليا مطارد من سياره عملاقه جدا، ومهمتنا ان احنا نهرب منها، وده صعب جدا بصراحه. المهم ما نخبطش في اي حاجه خالص يا بيبسي مان. حلو قوي، مش عايزين عقبات صعبه، دي صعبه صعبه. الحمد لله عدينا. خلي بالك، خلي بالك، مش عاوزين نتخبط في حاجه يا بيبسي مان، مش عايز حاجه تعطلك. ايوه، اوه اتخبط. لا لا، بلاش 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 يا بيبسي مان، اتصعبت عليك كده، اتصعبت عليك، اتصعبت عليك يا بيبسي مان. والنبي خلي بالك يا كابتن. ايوه احنا ماشيين كويس، مش عايزين خبطات، اي خبطه هتعطلنا. ايوه ايوه احنا تقريبا عدينا. يا لا لا بلاش بلاش، بس عدينا الحمد لله، عديناها من اول مره. حلو قوي، بدانا بصراحه الفيديو بمرحله صعبه جدا، بس مش هنوقف ان شاء الله، هنكمل علشان احنا قدها وقدود ان شاء الله يا شباب. طيب بيبسي مان رايح فين دلوقتي؟ خلينا نشوف. بيبسي مان حاليا تقريبا في الطريق، رايح فين مش عارف. اوه في عربية هنا جاية. الحمد لله. ولا ولا ايه العربيات دي كلها؟ حد يدوسنا. انا رجل البيبسي يعني، مش مصفح انا. اوه عربية جاية من هنا، تعالى لي تعالى لي. مش عارف نجري ولا خلينا براحة، خلينا براحة، مش مستعجلين. عربية جاية من هنا، لا بلاش، وعربية في وشنا. طيب نخلي بالنا. ايه هتروح فين يا بيبسي؟ عربية من هنا، ماشي سيب له المكان. ولا ما تخبطنيش يلا. تشيك بوينت، جميل جميل جدا. اوه عقبات عقبات، ادينا جامب يا جدع. مش فاهم الناس اللي بتسوق العربيات دي يا جدعان، خلي بالكم بقى في حاجات بتاع منكم. اوه شنكلوني. بص بص الحويط واقف مستنيني، عاوز يوقعني يا حويط، مش يكمل طريقه. لا اوه من هنا فوق، تحت فوق، تحت تحت تاني، تحت تالت، تحت رابع، فوق بقى المرة دي، المرة دي فوق، تحت فوق. انا اتلخبطت يا نهار ابيض، تحت تحت فوق. كل دي عقبات يخرب عقلك. خلي بالك يا بيبسي مان يا زميلي، خبطة كمان وهتقع. يلا من فوق، تمام الحمد لله عديناها. ايه مفيش في تشيك بوينت، لسه كنت اسأل عليك. الحمد لله عدينا. اوه ولا يا ابن الذين، يا ابو موتوسيكل ده انت، ولا التاني يا ابن الايه. بس بقى عاوزين تدوسوني، ماشي. طب اروح منكم فين؟ انا هجري. طيب يا نهار ابيض، موتوسيكل من هنا ومن هنا. ولا يا ابو موتوسيكل انت، ولا ولا بيبسي مان. ايوه كده يا ابن الايه، كلكم عايزين تدوسوني ولا ايه؟ بس عربيات عماله تخبطنا، وموتوسيكلات وعقبات في الطريق. ايه كل ده على بيبسي مان؟ لسه بتاع الموتوسيكل ما سابونيش يا ولاد الايه. لا وايه بيجري بسرعه. ولا ولا ايوه من هنا، من هنا ومن هنا. يا نهار ابيض، من النص، منين طيب؟ بس بقى بس بقى سيبوني. يا نهار ابيض يا بيبسي مان، العربيه خبطته يا عيني، طيرته. فين موتوسيكل؟ طب يا ابني الايه يا موتوسيكل، نفضني نفضني. ماشي ماشي، بيقول لي من هنا. طب اعمل ايه يعني؟ العربيه من هنا وانت من هنا. ماشي ماشي من هنا. طيب نجري ونسيب لكم المكان يعني ولا؟ اوه من هنا من هنا. لا الاثنين اثنين من مكان واحد. يا ابني بس بقى سيبوني، عربيه موتوسيكل. طب اعمل ايه؟ ماشي 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 يا بيبسي مان، ركز سرعتك يلا. ولا ايوه كده من هنا. طيب خلينا الجنب ده، ماشي نروح يمين ونروح شمال. جاي لنا من الجنبين، ماشي يلا بس بقى. ايوه كده
من هنا من هنا. ايوه الحمد لله عدينا ده، مش ناقصه بقى عقبات. اوعوا كده مش عاوزين نتخبط. بتاع الموتوسيكل هيرجع تاني يا ابني. ليه من جنبين؟ اروح منكم فين؟ اروح فين؟ من هنا ماشي. اوه الاتنين من جنبين يا ولاد اللذينه، من النص كان هيخبطني. ولا يا ابني بس بقى سيبوه بيبسي مان في حاله. من هنا من هنا بيبسي مان، دي كانت عربيه. يا ساتر يا ساتر. ولا اوعى البيبسي تخبطك، كله مستقصد بيبسي مان. ولا يمين يمين. اوه من هنا ومن هنا، نروح منكم فين؟ كلكم عليا ولا ايه؟ اوه بيبسي مان ايه اتغسل. دخل مغسلة العربيات. اه بيقول لي بسرعه ماشي، احنا عدينا اساسا. طيب الحمد لله خلصنا المرحله يا شباب. كل الناس مستلمه بيبسي مان، ايه يا جماعه انا عملت لكم حاجه؟ ده انا اللي بسقيكوا البيبسي. ايه هتروح فين تاني يا بيبسي مان؟ الناس مش سايبينك في حالك. اوه دي مش الناس بس، ده دلوقتي الحيوانات كمان. يا نهار ابيض، اوعى يا عم الطول. إيه لا ولا ولا يا لهوي. حتى الحيوانات، حتى الحيوانات مفيش حد سايبك في حالك. خبطني الطور، الطور هايك في عنبر السبع. خلي بالك خلي بالك. ولا بس بس بقى ما تخبطوناش، اجيب لكم برسيم طب ولا اعمل معاكم ايه؟ انا مش فاهم. اوعى هنا ولا بس 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 بس. انا هوديكم حديقة الحيوانات ولا اشوف لكم اي حتة بعيد عني. ايه ده دخلت فين يا عم البيبسي؟ اوه راكب فوق برميل، صعبة دي. ماشي هنعديها ان شاء الله. وكمان تيان ناقصة طور. ولا بس ما تخبطنيش هتوقعني من هنا. عدي عدي يا بيبسي مان. حلو عدينا عدينا حلو الحمد لله. ما نلاقيش طب تشيك بوينت او حاجة. عدي لي هنا. الحمد لله جت التشيك بوينت كانت مستنيانا ولا ايه؟ لسه اه المرة دي في صخور بقى مش تيان. ماشي عدي. يلا يلا احنا ماشيين تحت الارض ولا ايه؟ اوه ولا ده منجم فحم ده ولا ايه؟ يلا حلو 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 حلو. ولا العربيات بصوا عايزه تخبطنا، بتطلع مره واحده صخره وصخره تانية. ايوه هنروح فين؟ اوه عربيه تاني. ايه هنحصل هيحصل ايه؟ هنروح فين؟ تعالى لي هنا كده. عدي يا بيبسي مان. اوه ده بعيدة دي، عايزة سرعة وجمب. اتفنشت. بس من وقع في شر اعماله. مش مشكلة مش مشكلة، هنعديها تاني ان شاء الله. تعالى لي من هنا. ماشي يلا يا بيبسي مان. يمينك يلا وشمالك ويمينك وجنبك. جميل قوي. ولا بس سيبوني بقى، سيبوني بقى في حالي، سيبوني في حالي. عملت لكم حاجة؟ ايه الصخور دي؟ مين انا عايز اعرف بس مين اللي بيخبطنا بالحاجات دي؟ مين؟ اوه في ناس مستقصدانا باين، عمال يعني بيحدفونا بالحاجات دي يا جماعه. ماشي ماشي عدى بيبسي مان. اوه بيبسي مان وقع يا عيني. ماشي ماشي ركز يا بيبسي مان، ودينا جنب هنا. خلي بالك بقى مش عاوزين نقع. لا وهنا لا. يمينك ايوه فلتنا منها. عربية تطلع هنا انا عارف. اوه صخرة وصخرة تانية. فينا حد يخبطنا؟ اه في حد هنا عربية. تمام ناخد دي بالسريع. طيب اوه صخور صخور. الحمد لله عدينا دي ودي السريعة دي. جميل. اوه عقبات كتير جدا جدا جدا. يا لهوي يا لهوي. اروح منكم فين؟ طيب اروح منكم فين؟ اروح من انا مش عارف اروح منكم فين. تعالى نركب دي. لا انا احنا ننط من عليها. طيب كويس ما وقعناش الحمد لله. نبص للجانب المضيء. اوه اوه اوه. يعني بطاطتك يا بيبسي مان يا حبيبي. ركز يا بيبسي مان يا زميلي. ايوه ايوه هنعدي ازاي؟ اه تمام بسرعه وجمب. صعبه صعبه الطوبير اللي بسرعه بسرعه. الدعك
يلا. حلو حلو، سرعتك يا بيبسي مان. ويمينك يا بيبسي، شمالك وجنبك. اوعى اوعى اوعى، عربيتين في وقت واحد يا ولاد اللذينه، صعبه دي. ولا ولا ولا، لا 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 لا، كل ده عقبات ليه يعني؟ عملت لكم ايه؟ بسرعه ماشي، جنب يا بيبسي مان، يمينك جنب جنب. ولا بيقول لي بسرعه ماشي. اوف اتخبطت يا عمي، مش عايزين حاجه تعطلنا، مفيش وقت. اوعى الصخره دي، صخور مش صخره واحده. بسرعه بسرعه. الحمد لله. ايه اللي حصل يا ابوي على اخر ثانيه؟ يلا يا بيبسي مان ركز بقى، عايزين نخلصها. عديلي من هنا، هنعمل ايه هنعمل ايه؟ بسرعه. حاضر حاضر، عدي بس. اوعى طاق، بسرعه بسرعه. ياس اخيرا خلصنا الماب يا شباب. والله كانت مرحلة صعبة جدا، وبيبسي مان قدها وقدود. نايس يا بيبسي مان. طيب يا شباب، وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لنا لايك، لو انت جديد معانا في القناة يا ريت تنزل تشترك وتعمل سبسكرايب علشان تشوف كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله. والسلام عليكم.